السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كي كنتي. حلقة اليوم حلقة خاصة، حلقة استثنائية. حلقة اليوم حلقة حلم بالنسبة لي. من شحال هذه وأنا باغي ندير هذه القضية، من شحال هذه وأنا باغي نعرض على أسطورة باش نقول له شكرا على كاع داكشي اللي دار، باش نقول له شكرا بسميتي بسميتكم أنتم مشاهدينا. اليوم لي الشرف أنني حاضر معايا في هذا البلاطو نجم كبير عطى كثير للرياضة المغربية. معايا هذه الليلة هذه نجوم كذلك صحابه عزاز عليه جاو كذلك باش يقولوا له شكرا بطريقتهم. وحاضر معايا اليوم لطيفة أحرار. أهلا لطيفة. مرحبا بك. الله يبارك فيك. بارك الله عليك. شكرا. ومع لطيفة اليوم حاضر معنا نور الدين خماري. صباح نور الدين. ميرسي. مرحبا. بارك الله عليك. شكرا. نزار إيديل. بارك الله عليك. صباح نزار. مرحبا بك. الله يبارك فيك. بارك الله عليك. الله يبارك. مرحبا. سي محمد خويي. سي محمد اهلا وسهلا. مرحبا بك. ومع السي محمد جلال بوزرارة. صباح جلال. مرحبا بك. بارك الله عليك. غادي ناديو دابا مشاهدينا على كمال كاديمي. صباح كمال. مرحبا. يونس. صباح يونس. مرحبا. مشاهدينا هادو هما النجوم اللي غادي ندوزو بهم هاد الحلقه هادي. هادو هما النجوم اللي عزاز على الشخصيه اللي حاضره معنا هاد الليله هادي. اصدقائه جاوا باش يقولوا لي شكرا. بغيتكم تصفقوا معايا بزاف بزاف على نجم الليله ونجم الحلقه الاسطوره سعيد عويطه. سي سعيد مرحبا. مرحبا بك. علي سعيد. علي 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 سعيد. علي سعيد. مشاهدينا رجعنا معكم وحنا في برنامج كي كنتي كي وليتي وحلقه 100% حلقه خاصه بالنجم والاسطوره سعيد عويطه. شكرا لكم من جديد النجوم اللي حضرتوا. ولكن كاين واحد الشخصيه اللي كان خصها تكون معنا. كنتي قلتي لي غتكون معنا نزهه بدوان. طبيعه الحال قلت لك بانك غتكون معنا نزهه بدوان. فمع كل اسف عندها سفر قالت لي بغات تجي. ولا قلت لك نزهه بدوان حاضره معنا. تصفيقات على نزهه بدوان. وما كانش يمكن ليها تفلت فرصه بحال هذه. اهلا نزهه. مرحبا بك. البي فرحانين بزاف لانك حاضره معنا في هذه اللحظه. وبحال هذه اللحظه ريكورد دو موند ديال سعيد عويطه 3 دقائق 29 ثانيه و46 جزء من المئه. واو. جلال غادي يرجع لك من بعد ما نشاهدوا الصور اللي غادي نتعرفوا عليها اكثر على الاسطوره ليجوند سعيد عويطه. نشاهدوها ونرجعوا. صعيب نلخصوا المسار ديال سعيد عويطه في 3 دقائق. عويطه تزاد في قنيطره نهار 2 نوفمبر عام 1959 فاش دار 7 سنين. انتقل مع العائله ديالو لفاس. البدايه ديالو كانت في كره القدم ولعب مع الفئات الصغرى للماس قبل ما يتخلى على الكره ويتخصص في الجري. في 1978 فاش كان يلاه عنده 19 سنه سعيد غيشارك في بطوله العالم للعدو الريفي في غلاسكو السكوتلنديه ويحتل المرتبه 34 الحاجه اللي غتحفزو باش يزيد يخدم اكثر واكثر. عام من بعد عويطه غيحطم الارقام القياسيه المغربيه ديال 800 1500 و5000 متر
وغيستافد من منحة ديال الدولة باش يمشي يدرب في فرنسا وبالضبط في ماغينيون. في 1981 غيفوز بالألعاب الجامعية الصيفية في بوخارست. في 1983 العالم غيكتشف سعيد عويطة فاش ربح نحاسية 1500 متر في بطولة العالم في هلسنكي، وفي نفس العام غيفوز بذهبية 800 و 1500 متر في الألعاب المتوسطية اللي تنظمت في الدار البيضاء. عام من بعد وبالضبط في 1984 سعيد غيفوز بطولة إفريقيا قبل ما يرفع العالم المغربي عاليا في سماء لوس أنجلوس فاش ربح ذهبية 5000 متر وحطم الرقم القياسي الأولمبي ب 13 دقيقة 5 ثواني 59 جزء من المئة. وهنا فين بدأت السطور الأولى ديال الأسطورة كتكتب. سنة 1985 وبالضبط نهار 23 غشت عويطة غيحطم الرقم القياسي ديال 1500 متر في برلين بثلاثة ديال الدقائق 29 ثانية و 46 جزء من المئة. شهر من قبل في 27 يوليوز عويطة كان حطم الرقم القياسي ديال 5000 متر في أوسلو، الرقم اللي غيرجع يحطمه عامين من بعد نهار 22 يوليوز عام 1987، وغيصبح أول رجل في العالم كيجري هذه المسافة في أقل من 13 دقيقة. وفي هذه العامين من يوليوز 85 حتى الحدود سبتمبر 87 فاز في 44 سباق على التوالي في 9 ديال المسافات مختلفة، حطم فيهم الرقم القياسي ديال 2 مايلز في تورينو وفي 2000 متر في باريس. في أولمبياد سيول عام 1988 الإصابة في الفخذ غتجبر سعيد عويطة يتخلى على 1500 و 5000 متر وغيغامر وغيجري سباق 800 متر، غيحتل المرتبة الثالثة وغيخرج بإصابة في المولي. عام من بعد سعيد عويطة غيرجع بقوة وغيحطم الرقم القياسي ديال 3000 متر في كولون وغيربح بطولة العالم داخل القاعة. باختصار من سبتمبر عام 1983 حتى سبتمبر 1990 عويطة ربح 115 سباق من أصل 119، فاز بالجائزة الكبرى ديال الاتحاد الدولي لألعاب القوى ثلاثة ديال المرات، وهو العداء الوحيد في العالم اللي حطم الأرقام القياسية ديال 5 ديال المسافات متوسطة. وطيلة سنوات الثمانينيات عويطة كان الرجل الوحيد في العالم اللي كيجري 800 متر في أقل من دقيقة و 44 ثانية، 1500 في أقل من 3 ديال الدقائق ونص، المايل في أقل من 3 ديال الدقائق و 47 ثانية، 3000 متر في أقل من 7 ديال الدقائق ونص، 5000 متر في أقل من 13 دقيقة، و 10000 في أقل من 27 دقيقة ونص. داكشي علاش أسطورة. والحاجة اللي ما فخبركمش، دول أذربيجان، إفريقيا الوسطى والليزوتو خرجوا طوابع بريدية خاصة كتحمل صورة عويطة. هو العداء العربي الوحيد اللي فاز بجائزة جيسي أونس في نيويورك، وماركة عالمية لساعات صدرت ساعة كتحمل الاسم دياله. هذا هو سعيد عويطة البطل اللي رفع الراية المغربية في بزاف ديال التظاهرات العالمية، الأسطورة اللي شرف المغرب لأقصى حدود، واللي كاع المغاربة كيفتخروا به وكيبغيو حيتاش بطل عالمي استثنائي وإنسان أكثر من رائع بالأخلاق ديالو بالتواضع الكبير اللي كيميزو. وهذا شي بشهادة أي واحد عرف سعيد عويطة الإنسان. اليوم أنا كنشكرك باسم كاع المغاربة اللي فرحتي واللي حاسين بالقيمة ديالك، كنبغيوك، سعدتنا بيك. سعيد عويطة لا فيغتي ديال المغاربه كاملين. شكرا سي هشام على هذا الفيلم هذا، يعني تكسكيفي ركور واحد اخر 3000 متر كولون 7 مينوت 7 دقائق 29 ثانيه. نخليو نزهه تكمل. اكزاكتوم، ولي ركور تبارك الله غادي نعيشوا هذه الامسيه دي بزاف ديال الارقام قياسيه عالميه، لانه سعيد عويطة حبب المغاربه كاملين العاب القوى. انا لما جيت لالعاب القوى لما تفرجت في النهائي ديال لوس انجلوس كان السن ديالي 13 سنه، من بعد عشت سعيد عويطة يعني لا كارير ديالو اللي كنا المغرب تيفتخر على انه تينتمي لبلد عويطة. وكذلك سرح لنا الطريق حنا لما جينا حنايا اللي باش نجلس حداك ونتكلم عليك، فهذا شرف ليا. هذا تواضع منك انت، تبارك الله عليك. لطيفه احرار، شوف كنظن بانه هذه الحلقه كلها هذا ركور واحد اخر 8 ديال الدقائق، كنظن الحلقة كلها غنبقاو بحال هكا. يلا لطيفة أحرار، بمشاهدتك للصور بانوا لي بنتي لي غرغرتي، يعني تعليقك؟ تنقول لك شي سعيد عويطة، أنا بدا فرحانة أنك أنني جالسة حداك، ولكن كنظن هاد الشباب أنا كنت بحالهم فلاش ديالهم وكنتفرج فيك في التلفازة ومتابعينك
وكان بكي ومني كتربح كنكون فرحانين يتوصى دوك مني شت هذا الشيء. هذا درس كبير في الحياة، درس كبير ديال أنه كل مغربي ممكن يحطم الرقم القياسي، ممكن يحطم كاع العراقيل اللي ممكن تكون قدامه ويبني الحلم دياله. هذا بينا بأن on est capable de vivre son rêve. يا سلام، شكرا لطيفة. الجهة الأخرى باش ما نكسوكمش، معنا سي محمد، معنا سي جلال بوزرارة، صحفي الإعلامي الرياضي. أكيد أنت صديق قريب ديال سي سعيد، وكبتي معاه بزاف ديال الأحداث، بزاف ديال الحوايج. تعليقك على هاد الصور أولا. قبل ما نعلق على الصور، ملاحظة، حقرتونا شوية في هاد الفرقة لأن جمعتي نزهة وسعيد، واش بعدا واش حنا في فرقة واحدة ولا عبين هاد الصور؟ هو في الحقيقة حنا كلنا في فرقة واحدة هاد الليلة، فرقة سعيد عويطة. حيلا شي فرقة هاد الكرة جبتي ميسي ورونالدو قلت لهم العب فرقة واحدة وقلت لهم العب بنعمة. سعيد علاقتي به كعلاقة كل المغاربة، انا بالنسبه ليا باش نلخص سعيد عويطه في كلمه واحده، سعيد سي لو ماروك كي غاني، المغرب اللي كيربح. حنا في قبل كانت عندنا فرحه كبيره غير نشاركوا ونشوفوا شي مغربي كيدور يجي ولا الاخر ولا ولا في الكره نطيروا في بروميير تور ولا لو ماروك كي غاني سي سعيد عويطه. والموديل اللي عطى المغاربه كاع كاملين، يعني المغربي اللي كيربح ماشي في الرياضه، ماشي في الاتليتيزم، ماشي في الحياه، في اي دومين. وواحد واحد الكلمه كان قالها على سي سعيد عويطه العائل المغربي الراحل الحسن الثاني، قال اللي كيدير عويطه المغرب احسن من 70 سفير. يعني سعيد عويطه شهر المغرب ان بو بارتو، وحنا ملي كنا كنسافروا على برا مروكو ما مروكو سعيد عويطه. هذه يعني شي حاجه اللي كلنا فيغ منها. والشطر الثاني في علاقتي هي العلاقه ديالنا الشخصيه، كنلخصها كذلك في كلمه واحده، انا وسعيد ما كنتعيطوش بسميتنا، كنقولوا ماي برادر ماي برادر ماي برادر. يا سلام. معنا سي محمد خويي اللي سي سعيد كيحبك بزاف، انا كنحبو وحنا تنوجدو في الحلقه، وقلتي لي واحد اللقطه اللي اثرت فيا شخصيا. انت والوالد ديالك الله يرحمه كنتو تتفرجوا في السباقات ديال سعيد عويطه، ما كرهتش تقربنا من هذا؟ هو واحد القضيه، هو مع سعيد اللي في هذه القضيه ديال كنا كنسهروا حتى الثلاثه الربعه، وماشي مره ماشي جوج اللي سهرت انا والوالد، وكاين بعض المرات خوتي تينعسوا ولا كنبقاو وكيبقى هو كيجري وكيدعى معاه وكنبداو كنبكيو ملي كيفرح سعيد. يعني بصح لانه كيف قال الاخ جلال والاخوان، هو انه واحد الوقت ولينا كنا كنقولوا بانه لا ما يمكنش عربي يربح نصراني، ما يمكنش تربح فرنسا ولا الماني ولا روسي ولا كذا، ما يمكنش. لكن جا سعيد تبارك الله عليه هو يكسرها. سعيد فرحتينا، بغينا ربي يفرحك. امين عبيداتك، لانك دخلتي علينا الفرح كبير بزاف، وكنا محتاجين المغاربه يحبوا بعضياتهم. شكرا. ملي نشوفوا مغربي وصل لهذاك المستوى شي حاجه كبيره بزاف، وغتبقى في ذاكرتنا دائما. كمال كاظمي صافا؟ كلشي بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. الوغ علاقتك انت بسي سعيد عويطه، اكيد بحالنا كاملين تفرجنا فيه وتبعناه، ولكن اللي ما كتعرفش بانه سي سعيد من العشاق ديال شخصيه حديد الدان. ياك سعيد، كيعجبك حديد الدان؟ كثير. انا ما من غير حديد الدان حتى لي شو الاخرين ديال الاستاذ قويين بزاف، انا معجب به كثير. نعم بكل صراحه. يا سلام يا سلام. تنجح الشهاده وغتبقى عندي بالنسبه لي انا بحال واحد اللوحه اللي ما عمرها غادي تنسى ليا. علاقتي بسي سعيد عويطه هو انه هو اللي كان كيخلينا او كيخلي والدينا يخليونا نصغروا حتى لديك الوقت. ديزين في وجهه. ركور واحد اخر، 12 دقيقة 58 ثانية. فين هذا الركور هذا؟ فروم 87. فروم 87. عقل على هذه اللحظة سي سعيد. بيان سور. تبارك الله، بزاف ديال لي ركور اللي حطمتي. بطل باش يحطم ركور واحد ما ساهلش، ولكن أنت تتلعب في بزاف ديال المسافات. خمسة الأرقام القياسية اللي عندك. ربما أول شيء ما خليتينيش حتى نشكر الناس. شوف اعتذر. صافي تفضل. أول شيء غادي كيف تيقولوا ليديز فيرست، فكنشكر نزهة اللي جات لي، أنا درت لي هذه المفاجأة الكبيرة. شكرا نزهة، شكرا بزاف. شكرا. ثانيا كنشكر
الممثله المفضله عندي اكيد طبيعه الحال كاين اخريات ولكن كتبقى دائما واحده عندك مفضله هي لطيفه احرار تبارك الله عليها نشيطه عجبني داك ستاند اب الاخر ديالك ميرسي بوكو اكبر مخرج اللي عرفته انا اللي عجبني في العمل ديالو سيرتو كازا نيغرا شكون اللي ما كاينش اللي ما يتكلمش عليها هو وولدي في السينما هو بيج فان ديالو ما تسميكش مخرج راه تسميك شامبيون دو موند شامبيون دو موند في السينما شكرا تفضل سي سعيد بطبيعه الحال من الاغاني الجديده الشبابيه كيهبلوني هاد الجوج يونس ونزار ايدين يا سلام نزار وبالخصوص اغنيه طاح على راسو ام الشاطو اللي اكيد غادي نسمعوهم خلال هذه الحلقه هذه بطبيعه الحال الاستاذ انا تنقول سي هوليوود هذا سي هوليوود سي محمد خيل سي هوليوود خصنا نكونوا فخورين بان عندنا ممثل من حجم كبير حجم عالمي سي محمد خوي رائع رائع يا سلام يا سلام ما نقدرش نقول لكم على حديد دان شكون ما كيعرفش حديد دان ما كاينش واحد اللي ما يبغيش كنتفرج فيه فين ما تنكون سواء كنت في ليستازيوني ولا كنسكن في ليستازيوني ولا فين ما كنت مي كندير دوزيام كنبقى نعاود نرجع نشوف هكاك لي زيميسيون ديال حديد دان باش نتفرج حديد دان يا سلام سي تبارك الله عليك وكنتمنى دير لنا شي حاجه اخرى بحال هكا بقى في حديد دان انت ما دير والو بطبيعه الحال خليت جلال بوزراره لانه الاخ اصغر بالنسبه لي انا سي اخ وصديق وحبيب وكل شيء انسان اللي كنسافروا انا وياه بزاف كان مشينا الالعاب الاولمبيه كثيره دار معايا ديزانترفيو ماشي ديزانترفيو كنحس بهذيك ديزانترفيو فيها بزاف ديال الاخوه اكثر من اكثر من احترافيه فمن سمعني بان اليوم غنسجلوا جامعه طنجه شكرا والسفر الجاي اللي ما بين جلال وسعيد هذا سكوب غنمشيو لشانغهاي كاين هادشي ان شاء الله هونغ كونغ هونغ كونغ حنا عندنا السفر ديالنا هونغ كونغ هونغ كونغ وسنغافور انا وياه دائما تبارك الله عليكم وشكرا سي سعيد اكيد بحال كاع الكبار ثقافه الاعتراف وثقافه الشكر حاضره الله يعطيك الصحه كنشكر كاع الضيوف والله تبارك الله عليك وكنشكر الضيوف حتى الحاضرين لان فيهم صغار بزاف كنتمنى هشام كيف قالت لهم الاستاذه لطيفه فهذا صحيح سعيد عويضه كان كيجري ولكن بغيت يكون نموذج بالنسبه للشباب ديالنا هكاك لان حيد ما كاينش هذاك الحاجز بانني المغربي راه ما نوصلش للخارجي هذا كنا كنعيشوا حنا في الثمانينات في التسعينات ولكن تبارك الله اصبحنا الان ننافس بقوه كل الاجانب في كل الاشياء التخصصات سواء كانت رياضيه او ثقافيه او سياسيه او كل حتى اقتصاديا اصبحنا المغرب الان كيعطوا بنا الامثله بكل ما صاروخ طلع للسماء اسرع قطار الان من طنجة لهنا فترشيح المغرب لي اكيد الملف الاخير ديال كاس العالم فخلينا نقول لكم بان ما خصكمش تخليو شي حاجز بينكم وما بين الاجانب لان كل شيء ممكن اكيد والدليل هو سعيد عويطه وكاع الابطال اللي جاوا من موراه حتى هما سي نور الدين الخماري سافا الو قصه خاصه ديالك انت مع سعيد عويطه و درتي لي تكريم من نوع خاص نخليك تحدد لنا انت على هذه القضيه سي اولا بغيت غير ندير واحد التعليق صغير على الفيلم اللي وريتيني على سعيد عويطه فاش كتشوف سعيد عويطه ما كيبقاش عداء ما كيبقاش كيجري فقط كيولي فنان نعم علاش كيولي فنان حيت الصطاد كله كيولي بحال المسرح وهو اللي كيدومينيه نعم. كتشوف واحد ليليغونس واحد ليزونس وكيفاش كيجري ماشي خصو يربح حنا كنا عارفين انه حنا قلنا لنا الثقه في نفسنا بانه غيربح نعم. ولكن الطريقه ليليغونس وكتشوف لارموني كيفاش الجسد فاش كيجري كتحس كتقول
regarde هاد ليليغونس. واول مره كيشوفوا انا كتعيش في النرويج ونوارجا فاش كيشوفوا هاد السيد اللي كيجري تيقول لك مي كيل ليليغونس، ما كيبقاش كيقول لك كيل كوغور ولا كيل سبرينتر، مي كيل ليليغونس. كيشوف المغربي او المغربيه ليليغونس ليليغونس، لان هاد الكلمه هادي مهمه باش نوريهم راه حنا جينا من واحد الثقافه اللي فيها لارموني وليليغونس. دونك فاش كنقرا في النرويج كي قلت لك قبيله كنت في واحد الريستورون كيعيطوا لي عويطه عويطه كوم هير، كنت كنمشي وكنسر بهم داكشي وكنقرا السينما، وقلت نهار اللي غندخل المغرب وندير شي فيلم جو في روندغ اوماج لهذا السيد. ودخلت ودرت كازا نيغرا وفي عويطه اللي كان عمر لطفي وانس الباز غادي نشاهدوا جو بونس سي نور الدين الصوره ديال كازا نيغرا ونرجعوا. ماشي صوقي؟ ها المرة الجاية قلب على شكون اللي غيكوفري عليك، عرفتي عليك دبا اختار عز عليهم. يا سلام يا سلام، كان هذا النوماج من عند نور الدين الخماري للسي سعيد عويطة. رائعة يا سلام. اش نقول لك؟ فيها كل شيء هذا القطاع، فيها كل شيء، فيها كل شيء. والصدفه الصدفه انا عجبني اعملها بطبيعه الحال اللي عجبني. كنا جايين من دبي كنا جايين من دبي وما كنتش عارف بان كانوا كثير ديال الفنانين معنا في الطائره. وانا تلاقيت انا وياه، تلاقيت انا قلت اوه هذا هو سي نور الدين. شي واحد راه قال لي سي نور الدين، انا وقفت باش زعما نسلم عليه هكا. هو عرفني فجيت سلمت عليه، بقيت كندي معاه، لقيته انسان رائع 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 جدا. واضافه الى الروعه تعجبني الروعه في الابداع السينمائي. سي نور الدين هذا الشيء اللي في خدمته ما كيديرش لي شوز اموتيه كيف ما تنقولوا. وكما قلت له لابد ندير شي حاجه. الو انا لو غيف ديالي سعيد عويطة مشروع ممثل ولا لا؟ لا لا ايماجيني ان فيلم في سعيد وانت. يا سلام يا سلام يا سلام كازا نيغرا ما غتبقيش ليك. لا غنديروا الحيوان لا غتلعب الزهر غتلعب الزهر. تبارك الله عليكم. تفضلي الزهر. عندي كونديسيون من يكون معنا هشام. ولكن شنو ندير انا حداكم ماما؟ كاين واحد لوغول ديال واحد غيلقى لينا لوغول. شوف الا كان غير حدا زها بدوان وسعيد عويطه ندير اكثر من شمكان. صافي تبارك الله عليكم. مازالين مواصلين، دابا غادي نخرجوا شويه من جو النقاش، غادي ندوزوا لواحد التحدي خفيف بسيط، دابا غادي نشوفوه ونرجعوا يلا. مشاهدينا احنا دائما في حلقه كي كنتي كي وليتي خاصه بالاسطوره سعيد عويطه، جا الان الوقت اللي غادي ندوزوا فيه لواحد التحدي بسيط، فرصه اننا نشوفوا النجوم ديالنا في شكل واحد اخر، يلا التحدي هو 3 في 5، تحدي للمولفين كتشوفوه في كي كنتي كي وليتي، بمن نبداو سي محمد سعيد؟ خلينا بالي سعيد هو الاول، من هو الاول في الحلقه كلشي. حنا كنا على قبلك هذه الليله دونك انت الاول غتبدا. يلا غادي يكون مطلوب منك مجرد ما نعطيك السؤال ديالي باش تجاوبني ثلاثه الحوايج، الجواب ديالك خصو يكون في اقل من خمسه ثواني. في كلمه في كلمه في كلمه. فوالا يلا سي سعيد عويطه، ثلاثه الاكلات مستحيل تاكلهم. فلفله بزار بطاطا. برافو. فلفله وبزار بطاطا. واخا البزار ماشي اكله ولكن غير قبلها منك. دابا كنتخيل اكله فيها البزار، تمشي شي ريستورون جيب لي واحد البزار عافاك. هادو هما الثلاثه اللي كناكلهم انا. عزيز عليك البزار. هادو هما اللي كناكلهم. تبارك الله عليك الجواب صحيح. يلا سي محمد خويي، ثلاثه الحوايج كيديروا لك مشاكل مع الناس. النميمه الصدق والصراحه. بلاد النميمه والصدق الصراحه الصراحه. واخا غادي ندوزو سي سعيد. يلا ثلاثه الاغنيات كيعجبوك. يلا ثلاثه الاغنيات طاح على راسو الشاطو وطاح على راسو. هو سعيد عنده غير جوج الاغنيات. والله هما اللي عندي نمشيو ان شاء الله. تبارك الله عليك انتهى الوقت. غادي تفضل يلا نستقبلوا نزهه. يلا لا انت رابح انت رابح ما حدك رابح كتستمر انت رابح. يلا
حسبتي انا راه غير بشويه راه دابا الريبونس ديالي غيكونوا غير بشويه ما نزربش. السؤال اللي كنزها شحال تعطيني الوقت؟ اعطيك 5 ثواني اخر ثمن خسرت. يلا السؤال، ثلاثه نقاط الضعف ديالك. ثلاثه نقاط الضعف ديالي الصراحه ديالي وما تنكذبش وبارك. وتقصيتي وصراحة خسرتي في التحدي هذا نزال لانه ما تمكنتيش انك تجاوبي في الوقت. ليسونسييل هي حضرت معكم اليوم. اكيد اكيد اكيد. غادي نحكي لكم واحد القصه وقعت لي على السي سعيد. كنت في بيكان في 2015 وطلعت في واحد الطاكسي وكان معايا السيد ديالنا في ديال المغرب في السفاره ديال الصين، وبدات يتكلم معاه على السائق ديال الطاكسي وقال له واش تعرف المغرب، واش تعرف شي حاجه على المغرب، شكون اللي تعرف المغرب وهذا. وجاني انا بيزاغ قال له لا ما تنعرفش المغرب ولكن تنعرف واحد شخصيه مغربيه. جبد لينا التصويره ديال السي سعيد. يا سلام. هادشي فيكا الاخر ديال الدنيا صراحه جيتي فيير باسكو سي اكستراوردينير. سائق ديال الطاكسي عنده التصويره ديال سعيد عويطه اللي ما تطيحش لك ولو في الخيال، ما تفكرش فيها. فسي سعيد قدوه ديالنا كيف ما ذكروا الاخوان، لا سي سعيد ولا لطيفه ولا سي الخماري ولا الاخوان كاملين. احنا بالنسبه لنا المغرب تيخصنا نفتخروا بالشباب ديالنا، نفتخروا بالقدوه ديالنا، نفتخروا كل ما تنقوموا به تيخصنا نفتخروا به باسكو حنا نتاج مغربي 100%. سي سعيد بدا في المغرب ماشي طر على انه يمشي للخارج باش يكون نفسه، يمشي للخارج على انه باش يحطم داك الارقام القياسيه العالميه. نو انا في الفريق ديالي الاولمبيك المغربي لما جيت ليه التحقت به تكلموا لي على سعيد عويطه الاسطوره، فلهذا ولا عندي واحد الطموح، ولا عندي واحد ليدول، واحد ان سامبول قبلتي لما لا ما نوصلوش. اي سي فري كيف ما قال سي خماري على انه ممكن لينا كاملين على ان باش نوصلوا. مشيت لواحد الاختصاص اللي هو تيقولوا اختصاص امريكي مع الاسف، مي نو بوغ موا سي اختصاص مغربي. والان الاختصاص ديال 400 متر اي لا تكنيك ديالنا مغربيه تدرس في جامعات دوليه. خصنا نفتخروا ببلادنا ونفتخروا بالطاقات اللي عندنا في بلادنا ونفتخروا بالسي خويي اكيد ونفتخروا سي فري سي سيدي هشام. وعلى غرار القصه اللي عاودتي لنا فكيف ما شاهدنا في الصور دول واحده اخرى دارت سي سعيد عويطه في طوابع بريديه ديالها. يكفي هذه النقطه. هذه شفتوا هذا الشيء اللي شفنا دابا سي فري سي الواقع. سعيد عويطه العالم كله كان تيتكلم عليه. سي جلال قال على انه سي فري الحسن الثاني الله يرحمه تكلم في خطاب رسمي على سعيد عويطه لانه سيتي ان سامبول اي سي نوتر سامبول. كيفاش خصنا نفتخروا بيناتنا حنايا؟ الا ما كبرناش بعضياتنا ما غاديش شي واحد يقول لك تبارك الله عليك. فعلا ما غنتسناوش شي حد يكبر بينا. ميرسي بوكو. شكرا لك مزها. جو في فوليسي. غتغادرينا. الطياره كتسنى. مرحبا بك. ميرسي بوكو. تبارك الله عليك. شكرا لك مزها بزاف. وشكرا على الحضور ديالك. مزها بدوان. تبارك الله عليكم. ميرسي. شكرا. تفضلي. شكرا مزها على الحضور ديالك. حنا مازالين مواصلين التحدي ديالنا. فين غادي؟ سي محمد راك معايا. يلا نستقبلوا لطيفة احرار. سي محمد خويي ثلاثه الممثلين كيعجبوك؟ شنو مغاربه ولا شغلك هذاك؟ ممثلين سال الوقت نبدا. غلطتيني. قصيت يا خويا سي محمد. لا غلطتيني. لا تفضل سي محمد. لا غلطتيني. يلا غنستقبلوا جلال بوزراره. سي جلال مرحبا. برافو سي محمد جبتي لنا العز. ربحتي دو شامبيون. قصا سعيد عويطه وقصا زهبي دوان. يا سلام. يلا دابا انا عطيتوني هاد الشيطانه. شويه شويه الدراري عاونوني. معاك. يلا سي جلال بوزراره عطيني ثلاثه السياسيين مغاربه. بن كيران مزوار و جلال. اولا خصك تجاوب عاد فاليدي. ثانيا اذا عندي الحق من نعاود. لا اذا صافي تقصيتي. تبارك الله عليك جلال. غنستقبلوا كمال. لطيفة احرار ثلاثه الحوايج عمرك تلبسيهم؟ لا ما غنمرش السروال الجلابه والتريكو. لا ليميت مع 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 الخمسه الثواني جاتني مع ياك ليميت. انا احسب لك السؤال. كمال كاديمي ثلاثه الهوايات ديالك؟ الموسيقى، المطالعه، الرياضه. تكسنا على البزر اخويا. الموسيقى، المطالعه، الرياضه. واخا برافو عليك كمال. ثلاثه الاطباء او ثلاثه التخصصات في الطب مستحيل تمشي لعندهم؟ الاستيتيك، لا كارديولوجي، ولوندوكرينولوجي.
شنو هي الاخرى لطيفه؟ ما فهمتهاش. يعني داك الشيء السكريات والغدد الدرقيه وداك الشيء الكواطخ وهذا الشيء مستحيل تمشي عند هذا ياك. الله ينجيك. يلا ثلاثه الحيوانات كتخاف منهم. الفعى، العقرب، بوسكا. كمان والله الا اللي مويا عندنا في هذا البرنامج راه غير على قد الحال. يلا لطيفة أحرار، ثلاثة دول مازال ما مشيتيش ليهم وكتمني تمشي ليهم. أستراليا، ماليزيا، أندونيسيا. أستراليا، ماليزيا، أندونيسيا، ما عمرك مشيتي ليهم. كتمني تمشي ليهم. وي. وإلا قلت لك غادي تربحي معنا. والو والو. ثلاثة الحوايج درتيهم في شهر العسل. سر. كمال كاظمي. وصل لشهر العسل ويتبلوكا صافي. بعدا كمال واش دوزتي شهر العسل ولا لا؟ ياك اسيدي سمن سمن. يلا غادي نستقبلوا يونس. انا يونس. يلا مازال لينا نور الدين. بالي بالي لطيفة. اعطيني ثلاثة المسلسلات المغربية عزاز عليك. بنت الفشوش، الصراحة بحب المزاح. برافو عليك. يا ولي. اعطيني ثلاثه الاشياء، ثلاثه ديال لي زوبجي كنتي كتاكل بهم العصا في الصغر. السنطه، الصنداله، البلغه. واخا. اعطيني ثلاثه ديال رؤساء دول اوروبيه. تاتشر، ماكرون، ساركوزي. تقصيتي تقصيتي. ساركوزي بعدا ما بقاش. برافو عليك. ماكرون كاين تري بيان. مي سال الوقت، سال الوقت، سال الوقت. لطيفه غنستقبلوا نزار. يلا نزار. ساركوزي ما بقاش. ما بقاش. لا مي سال. ما قاليش دابا. يلا يونس، ثلاثه الحوايج كديرهم في العطله. الكره، السباحه، والنعاس. كره والسباحه والنعاس، صافي هادشي اللي كاين. ثلاثه الحوايج كديرهم في البحر. كنعوم وكنجيب الشومبرير وكنعس في الرمله. تخيل تكون تمشي للبحر وما كتعومش زعما مشكل. ياك كيتشمشوا. ثلاثه الحوايج كدير فاش كيسافروا داركم. عايش مع مالي الدوره. يونس تقصيتي ونورمالمون في هذه اللعبه هذه الفريق اللي فاز هو هذا الفريق ديال سي سعيد، ولكن بما انه نور الدين مازال ما لعبش غنلعبك ضد نزار. تفضل معايا. يلا يلا ديروا التعادل. تفضل. يلا واحد فين غير بحر. نور الدين الخماري، ثلاثه المخرجين كيعجبوك. عالميين ولا نرجس النجار، مارتن سكورسيزي، كوبولا. نرجس النجار، مارتن سكورسيزي، وكوبولا. برافو عليك. نزار، ثلاثة الممثلين كيعجبوك. رشيد الوالي، كمال كاظمي، محمد خويي. برافو عليك. نور الدين الخماري، ثلاثة الكلمات بالطليانية. ما خلص نقولها في كتاب. ثلاثة الكلمات بالطليانية. بلاتي. إن فينو إي فيريتاس. وتعطلتي. أتعطل صافي. سباغيتي. تبارك الله عليك. والفريق اللي كيفوز هو الفريق ديال نزار إيديل، سعيد عويطة، و لطيفة أحرار. ولكن في هذه الحلقة كيف ما قلت حنا كلنا فائزين أكيد، والهدف هو أننا ندوزوا وقيتة زوينة مع سي سعيد ونحتفلوا به ونقولوا ليه كيف ما قلنا. شكرا. يلا مشاهدينا مازالين مواصلين معكم في حلقه خاصه في كيكنتي كي وليتي بالاسطوره سعيد عويطه. غادي نتلاقاو من بعد هذا الفاصل. مشاهدينا رجعنا معكم وحنا مازالين مواصلين في كيكنتي كي وليتي، حلقه خاصه بالاسطوره سعيد عويطه ومع النجوم والضيوف ديالي في هذه الليله هذه. دابا جا الوقت اللي غادي نمشيو نشاهدوا فيه واحد الصور اللي وجدناها مع فريق العمل اللي المغاربه كاملين تيقولوا فيها شكرا للاسطوره سعيد عويطه. شاهدوا الصور ونرجعوا. Oh, the world record.
هو عنده واحد القوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بعدا عندي هو الهرم ديال لي سبورتيف المغاربة، لأنه عنده مكانه بوحده وكنحبوه بزاف بزاف، لأنه أول بطل مغربي اللي فرحنا به في المغرب. شكون اللي كان كيحلم واحد النهار يحطم الرقم ديال سيباستيان كوك اللي هو البطل ديال بريطانيا اللي كان ديك الساعة حين يصول ويجول لوحده في المسافات المتوسطة. وهو ظاهرة من الظواهر ديال هذا القرن. يعني مثل المغرب وشرف المغرب وهز الاعلام ديال المغرب يعني باعلى الى اعلى. كويطا كبرنا مع شي ليجوند، شي حاجه اللي يعني بقات راسخه في الذهن ديال المغاربه كاملين. معرفنا الرياضه تعرفنا مع سعيد عويطا، عاد بدينا تنشوفوا راسنا في التلفزيون وبدينا كنشوفوا راسنا حنا بدول اخرى في اوروبا. دونك سعيد عويطا من يعرف تعرف. سيت ان سبورتيف يعني دو هو نيفو اللي أسطورة في الألعاب القوى كي أونوري لو ماروك أو نيفو ناسيونال أو انترناسيونال. هو أول عداء اللي شرف المغرب في العالم، واحد الأتليت اللي شرف بالمغرب في الثمانينات. أن تونك جون ماروكان جو لو كوني با بوكو إي جو فودغي جوست لو غوميرسي بوغ تو سكيل أفي أو ماروك. الحب ديال سعيد عويطة ما عندوش حدود أنا في نظري. كنحبوك. ميرسي بوكو عويطة. ميرسي سعيد عويطة. شكرا سعيد عويطة. ميرسي عويطة. ميرسي عويطة. شكرا لسعيد عويطة حيت هزيتي راية المغرب الفوق. ميرسي عويطة اي بون كونتيناسيون. ميرسي ليجوند. ميرسي. كاميرا كي كنتي كي وليتي وجهنا سؤال للمغاربة، اشنو تبغيو تقولوا لسعيد عويطة؟ الجواب كان في الصور اللي شاهدنا. سي سعيد كي جاوك هاد الصور؟ رائعة جدا والله، رائعة جدا وكنشكرهم انا كذلك. ف رجعتيني شويه للوراء، ما غادي نبكيش ولكن ف شنو نقول لك؟ كل اللي درتو للمغرب، ف كانت امكانيات اخرى باش نشارك مع دول اخرى، ولكن كنحب المغرب بزاف. انا ذاك بغيت نعمل شي حاجه اللي خارقه للعاده، ماشي غير باش نكون عداء باش نربح ميداليات فقط. فاتجهت حتى الى اشياء اللي اصعب من الميداليات، وهي الاعداد لتحطيم الارقام القياسيه العالميه. فحطمت الارقام القياسيه العالميه اضافه الى الميداليات لكي يكون المغرب فوق الجميع، واتمنى ان يبقى المغرب فوق الجميع الان وفي المستقبل ان شاء الله، بهذا الجيل ديال دابا او بالاجيال اللي ان شاء الله اللي غادي تجي. شكرا لكل هذه الشكر من عدد الناس. الهدف ماشي كان هو نبكيوك، حنا ما بغيناكش تبكي يا سي سعيد، بالعكس حنا فرحانين ومفتخرين بك. وكيف ما شاهدتي هادو الناس في الشارع اللي ما وجدنا معاهم والو، هادو اجوبه عفويه ديال الناس اللي تكلموا من قلوبهم وقالوا رايهم في الاسطوره سعيد عويطة. شكرا. يلا غادي نخرجوا شويه من هذا الجو. شكرا. وغادي ندوزوا لواحد الاغنيه اللي كتعجبك، وحاضر معنا اكيد نزار ايديل طاح على راسه. ياك نسمعوا نزار؟ يلا. شافوني مسلم قالوا لي هشام طاح على راسه. صبر وانتيا كتعيقي عليا، لا يا لطيفة هادشي فاتك يا صوت. شافوني مسلم ما كانت كلام، قالوا المعلم طاح على راسه. صبر وانتيا كتعيقي عليا، ليالي بنيه هادشي فاتك يا صوت. عجبك الحال الجري وهذا ماشي حب ماراثون. عجبك الحال الجري كيف المحبون وهذا ماشي حب هذا ماراثون. حسباني شكون
مليون وحدة ليا تتمنى لا لا ستوب 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 وصل للطاب غالي باغي يتهنى حاسباني شكون شي بوكيمون ألف مليون وحدة ليا تتمنى لا لا ستوب 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 وصلنا للطاب سعيد باغي يتهنى عشبك الحال الجري وهذا ماشي حب عشبك الحال الجري وراكي كيف المجنون هذا ماشي حب هذا هذا ماراطون واو 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 شافوني مسلم قالوا لي غالي سعيد عويطة صبر وانتي كتعي خالي هالشباتك يا صوت شافوني مسلم ما كانت كلام قالوا لي غالي طاح على راسو صبر وانتي كتعيقي عليا يا البنية هادشي باتك يا صوت عشبك الحال الجري هذا ماشي حب عشبك الحال الجري وراكي كيف المجنون وهذا ماشي حب هذا هذا ماراطون ماراطون والله انت ماراطون يا سعد برافو غالي مشاهدينا كان هذا نزار إديل في أغنية طاح على راسو أغنية من الأغاني المفضلة ديال سعيد عويطة والجميل في الأمر هو أنه نزار جاب معاه الولد ديالو غالي اللي أكيد هو محتفل معنا بهذه المناسبة هذه يلا باب وكتلاحظوا معايا واحد شروط مربع العملية التسلل من الجهة اليسرى للجهة جلال بوزرا راه كيقلب على هذه الفرقة هشام نعم انا مع الجهه الرابحه دائما ياك تضامنا مع هرب ليكم تضامنا مع المساكين رجع عندهم تبارك الله عليك يلا مشاهدينا غادي ندوزوا للتحدي الموالي دابا غادي ندوزوا للاستوديو كي كنتي كي وليتي مشاهدينا وصلنا لتحدي استوديو كي كنتي كي وليتي استوديو كيف ما كتعرفوا غنختاروا بعض العناصر غنشوفوا الموهبه ديالها في الغناء اول موهبه هو كمال الكاظمي واجد كمال واجد 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 مزيان يلا دي جي 3 2 1 ميوزيك دونك الموسيقى كيسمعها غير هو وغادي يغني لنا شنو كيسمع اين هناي هناي انا هو اللي نعزوا هو اللي نعزوا هو قالها لي حلفايا تنبلي بيه دول ما قالها لي حلفايا تنبلي بيه اختيار الموسيقي الاول شكرا تي جي ام باور وشكرا لكمال الكاظمي سؤال كمال ملي غادي يخرج بعدا بلاتي السؤال الضيوف ديالي نجوم
واش عرفتوا الاغاني اللي قلنا كمال؟ لا جلوجو جلال الاولى عرفتيها المباقي سعيد عرفتي شي اغنيه بعد الاولى نزار الاولى كلشي الاولى كلشي كمال اش غنيتي انا عرفت بانه الخرا في ناير انا قول مالي انا تبعت الميزان وتبعت المقام ودرت داكشي اللي قال لي راسي باش مسخكو صافي برافو عليك يلا غادي نشوفو يلا دوزو جلال 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 بوزراره في استوديو المواهب استوديو كي كنتي كي وليتي يا سلام غادي نشوفو حتى هو شنو غادي يغني لنا دي جي امباور 3 2 1 ميوزيك حام هزني عطول الرسام هزمين حطت الحملانة بالخنار والغانا وحنا تريالة بس نكافي يا ماما هكا ماما قول ماما دقيقة تفكير كيقلب عليها وفي يوم وانا غادي راح الجوال انا غادي راح الجوال بالي بين الناس خيال الله الله عيون ويا سحزينة والشباب اهوا هادي ما كايناش في الكاسك ديال جلال هادي غنى هو تبارك الله عليك جلال برافو عليك يلا لطيف خويا قريب نساليو مع هذا الفريق علاش جوج مليون جوج كلام قوي كبير السي محمد خويا والله ما نرد في وجهك لطيفة أحرار يا درويش هي كتغني شي تما ويت يلا لطيفة كوت تو فو يلا ميوزيك مجنون بدوك العيون السوفة تبرد جوافي هنا في نغليك رات زنت ردي روانيك هوا 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 وني هوا 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 Bingo, bingo, give up. Barakala, hey, 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 wow, wow, wow. Shukra Latifa Ahrar, thank you. Barakala, شكرا لطيفة تبارك الله عليك برافو عليك الله يعطيك الصحة سلام عليكم سلام عليكم يلا نور الدين الخماري نور الدين شوف واحد القضية نقول لك واحد القضية قول لي يا خويا نور الدين انا ما عمري ما غنيت في حياتي ايه ولكن فوق سعيد جو في غاني فوق ولكن سي با غاف يلا اونيساي اونيساي نور الدين الخماري في استوديو مواهب كي كنتي كي وليتي يلا دي جي امباور ميوزيك وعلاش بالانجلي I'm a winner I'm a singer breakfast in America I'm a loser breakfast in America ما حفظش يلا غادي ندوزو لاخر مشارك سي محمد خويبه اللي كينقل سي محمد النرويجية يلا سيدي تفضل انشد لك التليفون سي محمد صافي يلا يلا اخر مشارك سي محمد خويي استوديو كي كنتي كي وليتي 3 2 1 ميوزيك هي وحيا وايا يا وا هو هيا هو هيا يا وا
دعرهما مازال كبارا ولا عدي يا عروتا مرودت جميعا لبنا يا هو هو يا 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 كيفاش اللبسه جديدة هيا هوا يا كيفا انك اللواء هيا واللبسه جديدة هيا 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 برافو يلا اخر اغنية هي هي اي يا با يا خويا حميد سير هيا ما عندك حتى جديد راك منا تلي هاي 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 ركب ركب ابا يابا هاي ستوب ستوب هاي 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 صافي تبارك الله عليك سي محمد شكرا تبارك الله عليك كنظن جوج الاغاني ديال يونس الاغنيه الاولى ديال سنتروا موتور سنتروا ولكن الجميل في سي محمد خويا ما عرفهاش ولكن اللي زوين في سي محمد كاع الاغاني كيغنيو بحال بحال زعما صح تبارك الله عليك شكرا لكم وشكرا لكم حتى نتوما مشاهدينا وصلنا للنهايه ديال التحدي هذا يلا غادي نتلاقاو من بعد هذه الوقفه القصيره رجعنا معكم مشاهدينا من بعد هذه الوقفه القصيره واوقات جميله ورائعه كنقضيوها في بلاطو كيكنتي كيوليتي هذه الليله مع السي سعيد عويطه ومع الضيوف ديالنا كاملين يلا مازالين مواصلين وكيف ما كتعرفوا في كيكنتي كيوليتي وكذلك فضاء للشباب باش يبينوا الموهبه ديالهم دونك بغيتكم تصفقوا معايا بزاف بزاف على هبه البلغيتي Some in the sky, I'm gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So let go, no ask about leave. I'll say, take your back and go, 'cause you're not for me. No, no, tomorrow that's when ya don't get a heart. The show to make me laugh. Your mama knows best when, yeah, I feel down to bring me up and always keep my heels on solid ground. Yeah, yeah, no, no, oh, break though. But you can pick up a drop and all of this inconsistent love. I think it's time that the S-T-O stops the bug. Gonna ask about leave. I say, take your back and go. 'Cause you're not for me, no, no. If I'm on the best when ya come get a heart. My father always has a joke to make me laugh. If I'm on the best when ya I feel down to bring me up and always keep my heels on solid ground. Yeah, just keep the best of my daddy said to me. Always use humor as your hoot to repeat. Don't ever take life too seriously. Just to you, 'cause you, you do it so perfectly. Oh yeah. Mama knows best. Daddy, daddy knows best. Mama, mama knows. Scooty-bop, scooty-bop, scooty-boo-boo-boo-boo-boo. Mama knows best when, yeah, don't get a heart. And Papa always had to go to make me laugh.
best when yeah, I feel down. To bring me up and always keep my heels on solid ground. Sing it. See mama, mama knows best. See daddy, daddy knows best. See mama, mama knows. Skidoo-ba, skidoo-ba, skidoo-boo, boo, 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 boo. See mama, mama knows best. See daddy, daddy knows best. See mama, mama knows best. هبة بالغيتي برافو عليك هبة تبارك الله عليك وشكرا لك هبة بالغيتي يا سلام يا سلام واكيد ما فيها باس ناخذ سي سعيد اش رايك تبارك الله عليها رائعه في البلوز جاز واعره تبارك الله عليك يا سلام يا سلام مفاجاه زوينه ياك تبارك الله عليك نور الدين رايك انا تنعرف لي زانفلونس ديالك في هذا السول ميوزيك نعم تري ديفيسيل هذه البنت عندها لو تالون برافو عليها يا سلام سي محمد جلال كي جاتك هبه تبارك الله عليها يعني صوت جميل انها كتعرف كاينه واحد الحاجه اللي هي الاداء لا بريزونس كتحس نعم. حضور كتحس بشنو كتقول نعم فعلا جلال ملي كتسمع صوتها وما تشوفش الصوره ديالها كتتخيل بان شي سيده كبيره اللي كتانتربريتي هاد لا شونسون الا اون فوا بارفيت فرانشمون برافو اي ميرسي دو افوار اكوردي هاد لا شونس هاد لوكازيون يا سلام شكرا لك سانتا جلال وشكرا لكم كاملين يونس كي جاتك الموهبه فرانشمون عندها اون تري بيل فوا عندها كاع لافوني قدامها مستقبل كامل قدامها قدرات تغلب الارتباك والتراك اللي كيشد الفنان حيت عادي يغني حدا جمهور بحال هذا والناس يتفرجوا في التلفازه ودارت واحد الاداء اللي هو زوين تبارك الله عليها الله يبارك فيك يلا مشاهدينا غادي نواصلوا وحنا في الليله ديال سعيد عويطه وما بين المفاجات اللي وعدت بهم الجمهور ووعدناهم بهم المشاهدين غادي نشوفوا دابا واحد المفاجاه نقولها لك ولا تتشوفها انا اقولها ليا لا لا يخليك تشوفها عرفتي اش دير نشوفوها ونرجع سلام تحيه للحضور الكريم والمشاهدين الكرام سعيد مفاجاه ها ما كنتيش منتظر بان غنكون معاك في البلاطو ولكن انا متاكده بان مفاجاه زوينه بالنسبه لك كنبغي نشكر طاقم كيكوتي كي وليتي اللي تاح لينا هذه الفرصه باش نعرف الجميع بان سعيد عويطه ماشي بطل رياضي فحسب ولكن بطل كزوج لانه مده الزواج ديالنا كلها ما شت في الا الوفاء والاخلاص والحب المتزايد 34 سنه وحنا مزوجين والحب ديال سعيد والاخلاص كيزيد اكثر واكثر سنه مورا سنه بالنسبه ليا انا كالزوجه ديالو وكالعائله الصغيره اللي كتكون طبعا من اربعه تاع الاولاد ديالنا اولا الدكتوره سكينه هاي داد هاو ار يو وي ميس يو وي لاف يو والدكتوره ساره هاي داني اي ميس يو اند اي لاف يو سو ماتش جاد بليس يو والصغيره ديالنا ملكه جمال شابات المغرب وملكه شابات جمال هيوستن الامريكيه والفنانه والكاتبه زينه Hey Dad, how are you? I miss you so much and I love you so much. I wish we could be there, but unfortunately I have school, but soon. وطبعا الابن ديالنا المنتج والمخرج السينمائي عادل. Hey Dad, congratulations, miss you. Big kisses, take care, best of luck. يلا, I love you all. Bye. Bye. Thank you, Abi Tayo Mid Morocco, known for Kharita. Let's sing, let's go to cheer for Morocco. Let's sing, let us go to cheer for Morocco. مشاهدينا كانت هذه مفاجاه لسي سعيد هذه الليله هذه اولا كي جاتك المفاجاه رائعه ما قلتيليش هادشي كاع اكيد ما قلتهاش لك والا ما غتبقاش مفاجاه درتي جوج مفاجات اليوم درتي لي ديال زابيدوان وديال العائله ومازال مفاجات وحدين اخرين لا مازال كانت هذه العائله ديالك اكيد اللي زينه تبارك الله عليها الان مغنيه محترفه وخرجت اغاني ديالها تنظن ياك سي سعيد في المدرسه ما نقولش محترفه شيء اخر ليفل اخر ولكن ممكن اقول بان عندها موهبتها فتعرف في المدارس الامريكيه
دائما مع الدراسه كتكون اشياء اخرى كيعملوها لي زيتيديون. فهي اختارت كل ما هو عنده علاقه بكتابه الشعر والاغاني. ف ولدك حتى هو مخرج؟ صحيح ولدي، نعم ولدي مخرج سينمائي في هوليوود. ف كي يعجبو كثير نور الدين كيحماق على نور الدين. ف صحيح عمل كثير افلام مع مخرجين كبار في السينما الامريكيه. كاين شي مشروع جايين نعلنوا عليه ولا نخليوه مفاجاه؟ والله شوف المفاجاه خليها، نخليوها مفاجاه. يلا نخليوها مفاجاه. مشاهدينا وصلنا لاخر تحدي في هذه الحلقه. هذه تحدي اللي كيف ما كتشاهدوا هو واجد طابي غولون جلال بوزراره غادي يلعب ضد لطيفه احرار من الفريق الثاني. يلا كيف ما كتلاحظوا هما واجدين، غادي تبقاو في هذا النيفو الا بقيتوا كتجاوبوا جواب صحيح. في كل جواب غلط غنزيد نطلع لكم السرعه. متفقين؟ يلا اسئله كلها، معظم الاسئله اللي غادي نطرح شفناها في الحلقه واكيد كتمحور على سي سعيد الاسطوره ديالنا. وسي سعيد حاضر معايا. شكون اربيتري هذا الماتش؟ سي سعيد عويطه. ولكن غيعاوني شويه. لا ملي جينا الاخوه ملي جينا وحنا محقورين. لا لا وانت صاحبه بعدا اولا ومختص في الرياضه يعني. يلا صافي يلا. ولكن سي سعيد غيكون نوتخ لانه غياكد لنا واش لانفورماسيون صحيحه ولا خاطئه. صافي يلا. انا بغيت تكون لا فيتيس بلو رابيد، جي بلوس ا بيردر كو. جواب غلط. يلا نمشيو. الو السؤال الاول تيقول، وكما قلت المعلومات كاملين شفناهم خلال الحلقه، اسم الفريق اللي لعب فيه الاسطوره سعيد عويطه كره القدم فاش كان صغير؟ الماس. الوداد. جواب صحيح. الماس. تالي غادي نزيد، غادي نزيدك نقطه. داكور. يلا السرعه ديال لطيف. يلا سؤال ثاني. فين تولد سعيد عويطه؟ فين تولد سعيد عويطه؟ فين تزاد؟ قنيطره. قنيطره. الجواب صحيح. جلال بوزراره. لا لا قنيطره هو اللي جاوب قبل منك. لا نقدروا نقولوها بجوج تعادل. لا هو اللي جاوب قبل منك. لطيفه. قنيطره. يلا السؤال الموالي. يلا اشمن بلد مول الطاكسي ورا فيه ذهبي دوان الصويره ديال بيكين. شينوا بيكين باش بيكين. جواب صحيح. بيكين هو البلد اللي ورا فيه مول الطاكسي الصوره ديال سعيد عويطه ذهبي دوان. بيكين. واخا يلا سيروا معايا غير فتش. مشينا. في اي سنه فاز بذهبيه 5000 متر في دوره الالعاب الاولمبيه الصيفيه؟ 84. جاوبات جواب صحيح. ياس جلال. وتنظن وقيله سفلى لا سعيده. لا 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 هو راه عارفه ولا ما عرفتش. لحد الان خلينا السيده تعادل. يلا نتحركوا باش خماري اعتقى صاحبي. انا معاك بالقلب وذلك اضعف الايمان. اش من المسافات حطم فيها سعيد عويطه ارقام قياسيه؟ 800 5000 10000 احترق القياسي الخاص والمايل 10000 والمايل فوالا. لا 800 كاع ما كايناش. 800 ما كايناش. 10000 5000 2000 لطيفه. 5000 5000 زيدي 1500 1500 زيدي 2000 دوبل مايل. رد معايا البال كيقول لها 2500 دير 6000 6000 ونص. غادي نعتبروا جواب صحيح لطيفه احرار. داير اختي لطيفه. يلا 4000 4500 كي دي بلوس 7000 يلا 7800. المسافات اللي حطم فيهم سعيد عويطه ارقام قياسيه، تنتكلم تحت الرقبه ديالك 1500 متر 2000 متر 3000 متر وال 5000 متر والمايلز. لا وحط الرقم ديالو 10000 متر وجوج ديال فعلا. يلا الدول اللي داروا تنابر فيهم التصويره ديال سعيد عويطه اعطيني غير وحده. افريقيا الوسطى. لا لا صحيحه صحيحه صحيحه. اذربيجان. اذربيجان صحيح. بما انكم جاوبتوا صحيح غنزيدكم بجوج. لا انت قلتي خصك غير دوله. زيد الاستاذه. لا 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 تفضل انت. لا لا والله زيد. نو
لا دابا شكون اللي جاوب غلط هي لا 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 النقطه الجايه انت هو خلا جوج مصحاح شحال عند العويطه ديال الاولاد عنده أربعة. لا عنده أربعة جواب صحيح الجواب صحيح عنده أربعة ثلاثه البنات وولد ولد واحد عنده ولد شحال الاولاد قلتي عنده ولد واحد لا قلت شحال ولد واحد صافي صافي لطيفه عرفتي يلا سؤال الموالي اشنو سميتهم زينه رضا جوج دكتوره رضا ما كاينش سكينه سكينه علي بون ميموار لطيفه برافو عليك سكينه زينه رضا ميسيداد ولكن سميتهم كاملين عويطه جواب صحيح باقا ناقصه سميه باقا ناقصه سميه ساره 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 وجواب صحيح ساره جلال شويه جيسبر كو كاينه لا دوش من بعد لا برودكسيون لا بريفو كاينه اين دوش واحد عرفتي كاين واحد الحمام حدا دوز نفع ينسبع يا سلام كيبقى ما سويتي الاسم ولكن خمارة كيعرف ولادي ديما فيما كيجيك واش عنده طاش علاش ما جاوبش انا معاك يلا اخر سؤال لا مازال الله الله فين غادي تنظم الالعاب الاولمبيه القادمه 2020 سؤال سهل جابان جابان جوج3 29 اللي انتقل لها سعيد عويطة على سن 7 سنوات هو تزاد في قنيطرة فاس جواب صحيح فاس وقلنا الدار البيضاء فاس يلا لطيفة تيتفولي يلا تيتفولي اوكي وصلنا النهاية ديال الجو تبارك الله عليكم واللي كيتفوق هو جلال بوزرارة ستوب فوالا برافو عليكم وهذه فرصة وهذه فرصة انكم تحركتوا شي شوية وكيف ما كنعرفوا الرياضه مهمه يا كاسي سعيد الرياضه مهمه صحيح ودائما دائما هشام ما عاونتينيش مشاهدينا كان هذا اخر تحدي في هذه الحلقه هذه حلقه متميزه حلقه جميله وحلقه كنظن بالنسبه لي شخصيا غادي تدخل التاريخ ديالي فخور بزاف لانني كان عندي ضيف بحال سعيد عويطه شكرا بحال سينور ديال القماري بحال نزار ايديل بحال لطيفه احرار سي محمد خويي جلال بوزراره كمال كاظمي ويونس زهبي دوان اللي غادرتنا اكيد لظروف كتخصها كنتمنوا لها حظ موفق كذلك تبارك الله عليكم وصلنا للنهايه وكيف ما قلت بدايه الحلقه حنا ما لاعبينش باش شي فرقه تربح لانه كلنا رابحين كنا رابحين هاد الامبيونس هادي اللي عشنا وهاد الاجواء مع السي سعيد اولا نبغي نسمعك السي سعيد في كلمه كيفاش جاك هادشي كامل افضل واجمل ناس معايا هنا في هذا البلاطو وبطبيعه الحال السي هشام كنشكرك بزاف اللي تحتي لهذ الفرصه باش نجلس مع هادو اللي كيعجبوني بزاف بزاف في المغرب صحيح كاين وحدين اخرين ولكن ما يمكنش نجيبو نعاودو الحلقه اخرى خويا ف كنشكر الجمهور الحاضر وكنشكر الطاقم الفني ديالكم كله اللي عمل عمل رائع جدا وكنشكر المغاربه اللي كيشجعوا رياضيين او فنانين او ناس اخرين اللي كينجزوا انجازات للمغرب الحبيب فكنشكر الجميع شكرا لك سي سعيد واكيد الحديث على اسطوره بحال سعيد عويطه ما يكفيش حلقه من كي كنتي كيوليتي الحديث على اسطوره بحال سعيد عويطه ربما خصو حلقات متعدده ماشي غير كي كنتي كيوليتي بزاف ديال البرامج باش نقدروا نهضروا على كاع هذا الشيء اللي دار هذا السيد ولكن حنا بغينا نستغلوا حتى الاخر الحضور ديال السي جلال بوزراره لانه كنعرف بانه صديق مقرب للسي سعيد وفي طيله الحلقه وانا كنت كنتسناك تعاود ليا شي طريفه شي حاجه وقعت لكم شي كيقول مثلا فين يمكن تعرف صاحبك فاش كتسافر معاه ها الزوج في الصف
وفي الماكله. الوغ سعيد من لي تروك اللي دائما كنتلاقاو في البطولات العالم اللي كان هو كيكون معلق فيها مؤخرا. نعم. ودائما هما كيساليو مع نهايه المسابقات وحنا عاد كنبداو نخدموا على الاستجوابات على المونتاج هذه كيبقى يوميا. كنا في اليابان في اوزاكا في 2007 كيسيني شاك سوار براتيكمون ثلاثه سوايع ونص باش نتعشى. فتسيت ثلاثه سوايع ونص دائما اجودي فرانشمون برافو. اي من بعد شاك جور شاك جور. وحاجه اخرى واحد المره كنا راجعين جوستومون من اوزاكا دونك درنا فول اوزاكا الدوحه الدوحه كازا. قال لي والو خصك تنزل معايا في الدوحه. قلت له ما يمكنش نزل ما عندي باجاج مشى لكازا ما عنديش الفيزا. كان على ليبوك واحد السيد مهم بزاف في قطر معاه مسافر معاه في الفيرست كلاس وحنا كنا مع الشعب. اي دوكو نزلت معاهم القطر ودوزت معاه اربع ايام. سيتي مانيفيك في واحد الحراره مانيفيك واحد 55 درجه دونك سيتي سوبر. والله يدوم مع محبه ما بيناتكم. تبارك الله عليكم. في نهايه الحلقه وقبل ما ناخذوا الميداليات اللي استحقيتوها اكيد جميع نبغي نسمع كلمه 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 لكل واحد. سيونس تفضل. انا كنشكرك بزاف اللي جمعتينا كاملين وكنشكر السي سعيد لا ليجوند والبطل ديالنا على هاد العراضه هذه اللي عرضني فيها وانا صام في بليزير. وكنتمنى لجميع الناس اللي تفرجوا فينا باش كما قال السي سعيد قبيله باش يكون قدوه لهم وتا هما يحققوا نجاحات كبيره. لحقاش عويطه بالنسبه لنا تساوي النجاح وكتساوي الربح وبزاف ديال الحوايج. دونك انا كنشكركم بزاف وكنبلغ سلام ديالي الحار لجميع الناس اللي تفرجوا في هذه الحلقه هذه. يا سلام. شكرا يونس. سي كمال. علاش غادي نقول لك انا ما عمر غادي تنسى لي هذه الحلقه وما عمرني كنت كنتصور انني غادي نتلاقى مع السي سعيد. احنا عمرنا ما ننساو ديك الاغنيه ديالك ديال وانا كنقول ان سنايبر من نوع ممتاز جلال الزرار. كنقول ان سعيد عويطك يستحق تمثال. يا سلام فعلا خصو خصنا خصو خصو تمثال يشوف هو اش من بلاصه. اش من بلاصه كنظن فين نديرو فين بغيتي نديرو تمثال سي سعيد؟ والله نخليه خلي حديد ثاني قرر. قررنا فاس فاس بغيتي فاس لماذا فاس فاس مثلا يلا سي جلال. التمثال ديال سعيد راهو في القلوب ديال المغاربه كاع كاملين. العنوان ديال هذه الحلقه كان هو ميرسي ان غران ميرسي. جمعتينا مع هاد الحباب مع نور الدين مع لطيفه مع انس مع سي لو غران سعيد مع الفنانه ديالنا كاع كاملين سي محمد سي كمال والصوزي ديال مراد باطنا هو حاضر معنا. فريمون ان تري غران ميرسي. مرحبا جلال اي ميرسي ا توا لالا اختك سي محمد. انا في الفرحه ديالي كبيره بحال الفرحه ديال الجميع بحال الفرحه ديال كل المغاربه. شفنا سعيد وعشنا معاه لحظات جميله جدا اللي بكينا فيها اللي فرحنا فيها اللي سهرنا معاه فيها اللي شرف كل المغاربه. مغربي حقيقي حقيقي يعني كان في امكانه انه ولكن بقى بمغربي وبتمغربيه ديالو. فنتمنوا لي كل خير ونبغي نقول لي بان شكرا سعيد لانك شرفتي كل المغاربه. شكرا لانك اعطيتي للمغاربه بانه كل مغربي راه ممكن انه يوصل لواحد النتيجه ويوصل للغايه اللي بغى في حياته. والمهم هو العمل هو الاجتهاد. فهذه راه كانت واحد العقده راه ماشي سهله باش تحيد ولكن حيدها لنا بالفعل بالطيران وحسينا بها. شكرا على طيبوبته وعلى انسانيته وعلى اخلاقه على ملي كتشوف سعيد عويطه يعني تلاقينا به انسان بسيط وظريف وطيب وهذا الشيء كل شيء ربي عطاه ليه هو اللي خلاه يوصل للشيء اللي وصل ليه. فليه الف شكر. ألف شكرا سي محمد. لطيفه خليك يلا نبداو بنور الدين. انا بغيت نقول لسعيد شكرا. شكرا لان خليتنا نحلموا وشكرا لان خليت اي مغربي او مغربي يقدر يحلم يكون بحالك ويقدر يدير الطموح ديالو. ثانيا بغيت نشكرك على واحد القضيه مهمه هو عطيتي واحد ليماج لان انا تنخدم في ليماج خدمتي هي الصوره باش نقول لك بان عطيتي للمغربيه والمغربي صوره ديال ليليغونس وديال لا غراس. كتشوف مغربي كيجري كيربح ولكن افيك غراس ماشي كيدابز ولا خصو بافيك غراس وكتربح بلا غراس باش تطلع ديك النجمه الخضراء هذه. كنقول لك شكرا افي. شكرا ليستواغ تاريخ. شكرا تاريخ
التاريخ ديال هاد البلاد ما عمره ما غينساك. شكرا شكرا. ثانك يو سي نزار ايديل. بغيت نشكر بزاف سي سعيد على الانفيتاسيون. انا ملي اتصلتوا بيا وقلتوا لي راه بغاك سي سعيد فرحت بزاف، لان في صغري وانا كنحلم نكون بحال سعيد عويطة، وهذا النهار راني جالس معاه هنايا في التركي وليت. يا سلام بارك الله عليك نزار. لطيفه. كنشكر السي سعيد عويطة على الدعوه ديالو، وكنقول له شكرا انك دخلتينا للعالم ديالك، ماشي غير دابا دخلتينا من صغرنا. ها انت دخلتي الاجيال الصغيره في العالم ديالك. شكرا. وبغيت نقول نتمنى ان المناهج اللي كتقرى في المغرب تقري الابطال بحال سعيد عويطة، لان هذه النماذج هي اللي كتعطي واحد المثال، واحد القدوه كبيره للشباب، وكتعلمهم بان الرياضه والفن هو استثمار في بنادم، تا بنادميت هي اللي كتبني البلاد. شكرا. شكرا شكرا. وبدوري وبدور دوزيام كلها وطاقم اعداد برنامج كي كنتي كي وليتي، كنبغيو نشكروا سعيد عويطة. شكرا للبطل، شكرا للرجل اللي كيف ما قالوا الاخوان كاملين حل الباب لمجموعه من الابطال. اكيد كل بطل صعيب باش يحطم رقم قياسي، صعيب باش يوصل لمنصه التتويج، ولكن الاصعب هو ما يكون داز حتى شي بطل قدامك وتكون انت اول بطل هزيتي الرايه ديال البلاد. تبارك الله عليك سي سعيد، وشكرا لك بزاف. وكيف ما قال جلال غتبقى في قلوبنا فوالا، وهذا ان جيست بسيط اللي انت غتهديه للضيوف ديالنا اليوم. تفضل معايا سي سعيد وناديو على نور الدين الخماري. تفضل. غالي يونس. شكرا يونس. شكرا بزاف. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يوفقك. صافي بليزير. شكرا. الله يحفظك. يا سعيد إلي دو سول على الفير. يقول لي إلي دو سول على الفير. سامي. شكرا. ميرسي 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 ميرسي. سي سعيد هذه تذكار فقط على البرنامج. اكيد غدا توضر تنضم في الميداليات الكبيره اللي عندك. تبارك الله عليك. شكرا لك. شكرا للنجوم ديالنا. بارك الله فيك. وشكرا لكم مشاهدينا اللي كنتم معنا، كنا فرحانين بزاف تقاسمنا معكم. الجمهور اللي حاضر كذلك شكرا لكم. غادي نتلاقى بكم في حلقه واحده اخرى، ولكن قبل اكيد معنا يونس. غادي نسمعوا تبغي مو الشاطو اللي عندو باطو يحضر لي كادو سون بروبليم انا يا شيري ما عندي والو كي ندير نهدر مع باباك طوني لي غونس هبد القاع الغاشي تضرب غير الدوتشي قبانا والكوتشي تعرفيني ما ندخلش الحومة يسالني كل شي كي ندير نهدر مع باباك تبغي مو الشاطو اللي عندو باطو يحضر لي كادو سون بروبليم انا يا شيري ما عندي والو كي ندير نهدر مع باباك طوني لي غونس هبد القاع الغاشي تضرب غير الدوتشي قبانا والكوتشي تعرفيني ما ندخلش الحومة يسالني كل شي كي ندير نهدر مع باباك يا قلت لها عمري قالت يا لا 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 يا واش نبقى وحدي في هذه الدنيا وا 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 انت يا حبي والدنيا هي انا حاولي عليك قولي لي نبغيك نجرب وا وا لا 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 قولي لي نبغيك مرة وحدة لا 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 قولي لي نبغيك خطرة وحدة
هذا ما يكون جهت عليه يا نكتب لك باسمك قاع اللي تشوفوا عينيها نديك لباريني يا ميليتانيا موري نعيش معاها مي دوماج كتبتي هذا الدنيا أسلت فيها أختي تقيمي عليك أكبر جدير حدرت في حياتي بروبليم كندير مي أحتر معاها تبغي مول الشرط اللي عنده باطل يحضر لعليه كبسو بروبليم أنا يا شيري ما عندي والو كندير مي أحتر معاها تبقى قاع الغاشي تضرب غير طول شي كبارة والكل شي تعرفيني ما دخلش الحومة يسلني كل شي كنديرني أثر مع ضغط آلي يا قلت لها عمري قلت يا لا يا واش نبقى وحدي في هذه الدنيا زي حبي والدنيا يا نحاولي عليك قولي لي نبغي تزرب لا 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 قولي لي نبغيك مرة وحدة كنت لها عمري